يعني مشات دابا الخدمه بسبب فيديو. يعني انا درت فيديو بس الانسانه رجليها حقاش قدرتها كنبغيها، حاولت نبين لها واحد شويه لحقاش انا في الاول مكنتش خدام، كانش عارف اني ما خدامش، وبقايش معايا وصبرش معايا وقالت لي انا معاك حتى يسهل سيدي ربي، وانا عارف شا كانت اقدام الربح. لقيت الناس اللي كيديروا القران كيتفرجوا فيهم 100 واحد ولا 200 واحد كيتفرجوا فيهم العائله ديالهم، ولكن صحاب الروتين اليومي كيتفرجوا فيهم مئات الالاف والملايين ونص مليون كيتفرجوا فيهم. زائد داك سفيان برشلونه حتى هو اللي مربي حلوف، هو حلوف ومربي حلوف، ما عمرني شفت واحد حلوف ومربي حلوف. راه حتى خاص لي ربي حقاش ديك الطريقه اللي درتي في داك الفيديو اللي درتي معايا انت ديو في تيك توك، ماشي طريقه بان لكم هذاك الفيديو اللي بس مرتي رجليها كاع بديتو كدوي عليه. علاش ما كنتش كدوي على دوك الفيديوهات اللي كتكلوح انا كنقرا فيهم قران وكيبارطاجيهم؟ داك ليا معكم محفوظ، دابا وليت محفوظ حنان على حسب السميه ديال القناه في يوتيوب. المهم كان اول خروج اعلامي ليا في منبر اشواق اخويا، كنت قلت وكنت اعتذرت من المغاربه كاملين، وكنت بينت على الحزن ديالي وكنت مدمر والله اللي عالم بيا، واعتذرت من المغاربه كاملين. الحمد لله لقيت بزاف ديال الناس مغاربه اللي يعني بينوا لانهم سامحوا ليا، ولكن لقيت مشاكل بزاف لحد الان في هذا اليوم هذا كنلقى بزاف ديال المشاكل مع اصحاب لي باج واصحاب الجروبات اللي دائما بقى لحد الان كيبارطاجيو الفيديوهات ديالي، ولاو كيزيدوا عليهم موسيقى كيزيدوا كيقولوا الشعواده كيقولوا الساح كيقولوا بزاف ديال الحوايج. ما راهوش ليا اخويا، ما حسوش بداك الشيء اللي كنحس به انا، بداك الشيء اللي كيدوز عليا لحد الان، هذا الشيء اللي وقع عليا لحد الان بسبب فيديو واحد انني بس لواحد الانسان رجليها حياتي تخربقات، مابقاش عارف راسي من رجليها. يعني حياتي تبدلات من واحد الانسان اللي طموح وكي كيتسنى بزاف ديال الحوايج زوينين، وعمرني كنت كنتوقع شي نهار يوقع لي هادشي. الجيم مشى اول حاجه، انا ما كنتش يعني داير الفيديوهات على حساب انني باغي ناخذ منهم واحد الصالير وباغي ناخذ فلوس وباغي ندير المستقبل، بالعكس انا الحمد لله كنت خدام واحد الخدمه اللي زوينه على قد الحال، كوميم عارفين ان الساكنه مدينه اسفي خدمه بسيطه، كنت هذه الخدمه اللي كنت ناوي انني نبني عليها واحد الكارير ديال الحياه ديالي مع ذاك الانسان. وبالنسبه للموسيقى وبالنسبه للفيديوهات وداك الضحك كيبقى في واحد المجال اللي هو بوحديته تقدر توصل فيه تقدر ما توصلش فيه، ولكن الاساس هو ديك الخدمه اللي كنت خدامه. الخدمه كنت غادي الصباح وكل الله عز وجل غادي باغي نخدم كيف ديما، حتى كيجي عندي الشيف والكابران كيقول لي حيد داك التون. علاش نحيد التون؟ حيد التوني وليدي، هاد البلاصه ماشي ديال لي فيديوهات، بحال انا درت فيديو فديك الخدمه فيديو بعيد، هذيك كتسمى الحقره حشومه. يعني مشات دابا الخدمه بسبب فيديو، يعني انا درت فيديو بس الانسانه رجليها حقاش قدرتها كنبغيها، حاولت نبين لها واحد شويه لحقاش انا في الاول ما كنتش خدام، كانش عارف اني ما خدامش، وبقايش معايا وصبرش معايا وقالت لي انا معاك حتى يسهل سيدي ربي، وانا عارف شا كانت اقدام الربح. وقلت الحمد لله يعني راه غادي كنبريباري وكنوجدو ان شاء الله، شي جا هذا الفيديو خربق لي الحياه ديالي كامل. بسبب فيديو بس المرتي رجليها مشات خدمه مشى كلشي، شنو غندير دابا؟ نمشي انا ما نبليش نمشي نكمي نمشي نشرب شنو غندير؟ مادام جبدتي جوات القران نقول لك واحد الحاجه، هذه كنعرف انا والوالده ديالي وهذوك الناس اللي داروا معنا هادشي. انا فاش كنت صغير كنت مازال كنقرا في الابتدائي كان الحلم ديالي وكنت كنتمنى انني نكون مقرا كبير في المغرب، نكون من الناس اللي كيقلبوا في العلم ويجتهدوا، هذه حكم كان الصوت ديالي زوين وكنت كنرتل القران مزيان، كنت باغي نكون مقرا ولا كنت انا كنصلي بالناس وهادي. ولكن فاش لوني شي ناس لا داعي ما باش نحرج قدر اشوف هذا الفيديو هذا، حقاش نهار كنت انا مشارك في ديك المسابقه كيقول لي جا عند الاستاذ قال لي جا عند السيد قال ليه باللي راه كاينين شي وحدين ما كيقراو القران بلا ما يعرف يقراه، لحقاش انا كنت مازال ما كنعرفش نقرا يعني كنت حافظ وكنعرف، قال لي راه ما يمكنش خاصو داري يكون كيعرف يقرا الخط العثماني. صافي داروا لي انا اللي عطاوني هذيك القصه، اما انا كنت طامح وكنت باغي نوصل،
ونهار مشيت انا نقرا القران في الجامع ونكون من نتعلم مزيان ونعرف القواعد ونعرف بزاف ديال الحوايج. الفقيه جرى عليا بسبب ولدو، حيت من جا عندي ولدو قال لي عرفتي علاش با جرى عليك؟ قلت لي علاش؟ قال لي حيت انت صوتك احسن من صوتي في القران. الله يسامح لي، انا ما باش نقول شي حاجه والله يسامح لي. ونهار قررت انني ندير لاشين في يوتيوب، ديك كنكبر قلت ندير لاشين في يوتيوب وندير القران وننشر وندير بعض الحديث وننصح بزاف ديال الناس بزاف ديال الحوايج. لقيت الناس اللي كيديروا القران كيتفرجوا فيهم 100 واحد ولا 200 واحد، كيتفرجوا فيهم العائله ديالهم، ولكن صحاب الروتين اليومي كيتفرجوا فيهم مئات الالاف والملايين ونص مليون كيتفرجوا فيهم. يعني ماشي نقول باللي كاع الناس راه عز عليهم التفاهه وعز عليهم هذاك الشيء، بالعكس كاينين الناس اللي بعقولهم وكيبغوا كلام الله عز وجل وكيحبوا كلام الله. لحقاش في الاخر انا ما غادي ندوم لا روتين يومي، ما غادي ندوم لا اغاني، ما غادي ندوم حتى شي حاجه، غادي ندوم الصح الصحيح، ولكن تيدير شي حاجه زوينه باش تلقى الله عز وجل. ها هو دابا انا حياتي اخويا تخربقات قسما بالله، تخربقات بحال ولات متشرد دابا بسبب فيديو. كنت بيه غير في دارنا ترونكيل وهاديك، دابا انا ولات يعني طراو بزاف د المشاكل اخويا. فيديو باش درت ليا شنو درت؟ راه بالعكس شوف، راه الا جيتي تدوى على فيديو مع واحد شي كوبل، غدوى على واحد الانسان اللي كتحقر، اللي كتاكل العصا، اللي كيتزوج بها واحد الانسان وكيقول لها انا راه غنديرك في عيني، ونهار كيديها لدارهم كتولي امو كترس عليها، كتولي بحال الخدامه مسكينه، كتولي عايشه الحقره، ولي بان لك يدير لها شي حوايج اللي هما خايبين. بحال هاد الفيديوهات ما خاصنا ندويو عليهم، ما غندويوش على فيديو واحد الراجل قدر واحد الانسانه وبغاها وكبر بها قدام الناس. يعني انا بست لرجليها مادام هي مراتي، بغيتها راه بست لرجليها، وحد شوي من داكشي اللي دوزت معايا وصبرت معايا وعانات معايا وبزاف، وزائد انا شي حوايج تعرفهم من بعد ان شاء الله. ما نجبدهمش كامل، ولكن نجبدو دوك اللي 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 ضروني في خاطري بزاف. اول واحد هو داك بعقلي اللي كيدير رياكشن وما نعرف داكشي، دواء لا مارشي، وقلتي صابوه خانز، انت هو الخانز ماشي مراتي اللي خانزه. حقاش انت ما تبغيش دواء على مراتك نقول لك جلابشه مزيره. الا انت كنتي كتضحك على الناس، انت ما خاصكش تضحك على الناس، خاص داك ماشي محتوى باش انك تضحك على الناس. ربي راه ماشي خالقنا حنا باش نضحكوا على بعضياتنا، بالعكس حنا خاصنا نستروا بعضياتنا ماشي نشوهوا بعضياتنا. باش نخليها لك في بالك، انا ما بغيتش نخرج معاك باش تفاصيل اخرى وهذه، باش ما تقولش بغيت تطلع على داري. انت اللي بتطلع على داري حقاش انت اللي بارطاجيتي الفيديو ودويتي عليا وقلتي لي باللي مرشي وهادي. انا ما غاديش كل شيء الا مرشي خط احمر. ثاني واحد داك سميتو دون صلاح، داك دون صلاح اللي تاو عرفوا المغاربه بالسبان خسر الهضره. هادشي فاش قلت لك قبيله نهار دخلت انا العالم ديال اليوتيوب لقيت المقرئين كيتفرجوا فيهم 50 واحد 100 واحد، صحاب التفاهه الروتين يومي مئات الالاف بحال دون صلاح باش عرفوا المغاربه. حاط نفس ستوري، الى شفت هذا الفيديو غتقول هذا علاش كيدوي ستوري اللي حطيته وكتبت عليه واحد الكلام اللي هو ناقص وبزاف وما نستاهلوش انا، باش عرفوك المغاربه. عرفوك المغاربه بتخسر الهضره، كطيح بنات بلادي، كتبقى تسبهم، كتحقر الوليات، هادشي باش عرفوك. واللي كيحقر الوليات راه ماشي راجل، ويعني انت حقر الوليات يعني انت ماشي راجل. زائد واحد خونا اخر عاوتاني اللي مربي ما عرفتش كيقول لي سفيان، سفيان برشلونه ولا ما عرفتش شنو، مربي واحد الحيوان ما سميته كاع. زائد داك سفيان برشلونه تا هو اللي مربي حلوف، هو حلوف ومربي حلوف، ما عمرني شفت واحد حلوف ومربي حلوف. راه حتى خاص لي ربي، حقاش ديك الطريقه اللي درتي في داك الفيديو اللي درتي معايا انت ديو في تيك توك، ما ماشي طريقه انك تبوس انت فرج لك وهادي وكتستهزا وهادي. يعني انت سبحان الله العظيم حنا كاع دوك اللي مشهورين واللي معروفين في السوشيال ميديا، بان لكم هذاك الفيديو اللي بس المرتي رجليها كاع بديتو كدويو عليه. علاش ما كنتش كدوي على دوك الفيديوهات اللي كتكلوا انا كنقرا فيهم قران وكيبارطاجيهم؟ تحيه للباجه السلويون، هما اللي انا معروف اكثر مدينه يسلا، بزاف ديال الناس سلا كيعرفوا دوك الفيديوهات ديالي. ديما كيبارطاجي كيوصلوا نص مليون، جوج المليون، ثلاثة المليون، ما عمر شي واحد بارطاجاهم. مول الحانوت اللي حدايا بارطاجا فيديو ديال مرشي بيسلا رجليها، قال لي معلم يعني تا هو جاتو شي وصلوا داك الشيء، ولكن انا كانوا باجات كيبارطاجيو فيديو كنقرا قران وهادي، حتى حد ما بارطاجيه. علاش ما ديرش تا رياكشن ديك الساعه عليه وتقول لهم تبارك الله الدرس ضمني، تبارك الله يستاهل، بحال هذوك الشباب هما اللي كيستاهلوا. لا كاينين بزاف بحالي مساكن تاهما اللي عندهم بزاف ديال المواهب اللي زوينه وكيستاهلوا انهم يكونوا واصلين، ولكن الله غالب. بقى في الحال لحقاش حكم انه ولدي انت ما بغيتش انه يهضر عليا، مش انه بدا يقول لي انت مسحور وانا غنجي عندك نتحداك، غنجي عندك ونحيد منك داك الجن، انا مابقاش تبوس رجلي. انت واش منيتك؟ وا بروس واش منيتك؟ راه حب هذاك ما كاين لا جن لا مس لا شي حاجه، الا كنتي انت مخربق في راسك انا ماشي مخربق في راسي.
يعني انا كنبغيها بس لي رجليها. يعني انا راني مسكون، كي درتي لها بريزل كنحتارمك لحقاش ولد مدينتي. بالعكس انت راه خاصك متكبر بيا، ماشي انك طيح بيا، انت راه ولد مدينتي. الا كنتي انت اللي مزنزن ولا ما عرفتش حمق ولا ما نعرف شنو هو داك الشيء، يمكن انت اللي مسكون كيسحب لك بلي كلشي مسكون. كلمه الاخيره كنعاود كننبه صحاب لي باج، الله يرحم ليكم الوالدين، راه حياتي ضاعت. المره الجايه غنبيع صوتي، المره الجايه شي واحد بيشري صوتي نبيع لي صوتي، ما عنديش مشكل. نقدر نبيع لك شي حاجه اخرى ما عنديش مشكل، لحقاش المستقبل راه فهمتي بديك تضيعونا حشومه. دابا انا وليت كنمشي نقلب على خدمه اخرى كيطرى ليا حتى اللي قدرتي داك الفيديو، وانا عيطوا لك ان شاء الله، انا عيطوا لك وحشومه صافي. كلمه اخيره انا كنعممش صحاب لي باج، الله يرحم ليكم الوالدين. داك الفيديو ما تبقاوش بارطاجيه والله يسهل عليكم، كنعاود نتهضر الوالديه بزاف والله يدير لي فيها الخير. شكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.